السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا معاكم محمود النحاس، خريج كيمياء سبيشال علوم اسكندرية دفعة 2016. أهلا وسهلا بيكم في أولى حلقات لاب كيمست. كلنا عارفين إن بيكون في فجوة مش صغيرة بين اللي بندرسه في الكلية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل، فده بيخلي على الناس الفريش جرادويت ضغط كبير جدا جدا جدا، ويرجع يسأل نفسه طب أنا درست ليه طالما سوق العمل مختلف خالص عن اللي درسناه. الحقيقة مش كده، سوق العمل اي نعم ليه متطلبات جديدة، ولكن اساسها بيكون اللي انت درسته. علشان كده وظيفة اللاب كيمست او وظيفة كيمياء المعمل بتبقى محتاجة واحد خريج كلية علوم دارس قسم كيمياء، علشان يبقى عنده البيزك كيمستري اللي يقدر لما اديله الجديد او اديله الشغل اللي مطلوب منه مش هيتعبني، مش هياخد مني وقت، تبقى عنده المصطلحات والاساسيات اللي يقدر يبني عليها. فعلشان كده ان شاء الله هنبدا في سلسله اللاب كيمست، مش هتبقى اخر حلقه، دي هتبقى سلسله على مدار الفتره اللي جايه باذن الله. هنحاول نوصل ونبسط اهم المتطلبات وايه الاجهزه اللي موجوده عندنا في المعامل والاساسيات بتاعتها، وايه اللي مطلوب مني كلاب كيمست. الحلقات دي هتهم مين؟ هتهم الفريش جرادويتس، الراجل اللي لسه متخرج جديد وملتحقش بسوق العمل، والناس الجونيور اللي لسه بيبدأوا حياتهم المهنية كلاب كيمست. مع اختلاف نوع الصناعة، احنا مش هنتكلم على نوع صناعة معين، لان انت لو عندك جهاز وليكن جهاز جي سي هيبقى الاساس بتاعه واحد عندك، ان كنت في شركة ادوية، ان كنت في شركة بترول، ان كنت في شركة بلاستيك، ولكن هتبقى المتطلبات مختلفة او النتائج اللي انت بتحصل عنها من كل جهاز في كل شركة مختلفة، ولكن الاساس هيكون واحد. طيب احنا هنتكلم عن ايه في سلسله حلقات اللاب كيمست؟ هنتكلم عن اللاب انسترومنت او اجهزه المعامل، باختلاف بقى انواع اجهزه المعامل. هنتكلم على جهاز الكارل فيشر، هنتكلم على اجهزه الدنسيتي ميتر، اجهزه البي اتش، الكوندكتيفيتي، جهاز الجي سي. هنتكلم كويس جدا عن الجي سي، عن الاي سي بي، عن الاي سي، عن الاف تي اي ار. فهيكون في مجموعه كبيره جدا من الاجهزه اللي ان شاء الله هتكون بتغطي قطاعات كبيرة من الصناعات. هنتكلم برضو ان شاء الله لو ربنا قدرنا عن الجزء من الكواليتي، هنتكلم شوية في جزء من الكواليتي. هنتكلم عن ايه تاني؟ هنتكلم عن اللاب سيفتي. طيب يا عم انا راجل كيميائي معمل، انا ايه لازمتي بالسيفتي؟ لا، حضرتك كيميائي معمل بتمارس نشاط او بتعمل تجارب في المعمل، التجارب دي لازم بتكون خاضعة لجزء من السيفتي. لاب سيفتي دي جزء كبير جدا وصدر لها مواصفات وأوشة، فالموضوع مش بسيط، فما تستبسطش الموضوع. أول جهاز هنبدأ نتكلم عنه في الجزء بتاع اللاب انسترومنت وهو جهاز الكارل فيشر. جهاز الكارل فيشر ده جهاز مهم جدا 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 وموجود في عدد كبير جدا من المصانع، يعني لا يكاد يكون هناك معمل لمصنع بيخلو من جهاز الكارل فيشر. فده جهاز هنبدأ بيه وهيكون مهم جدا معانا وهيكون كويس جدا، فخلي بالكم معانا يا شباب في الموضوع ده. ايه هو جهاز الكارل فيشر او مين هو الكارل فيشر؟ بص يا سيدي، هو كارل فيشر ده اسم عالم، هو اللي بدأ الموضوع او هو اللي قدر يوصل للموضوع ده من زمان جدا. بفضل العالم كارل فيشر أجهزة الكارل فيشر دلوقتي واخدة جزء كبير جدا من المعامل. الكارل فيشر ده عبارة عن أناليتيكال تكنيك أو نظام تحليلي أو تكنيك تحليلي بستخدمه علشان أعين الووتر كونتنت أو بيطلقوا عليها المونشر في العينات. طب العينات دي مرتبطة بنوع معين؟ لأ، ممكن العينات دي تبقى سوليد وممكن تبقى ليكويد وممكن تبقى جاز. فتجهيزات الجهاز لكل نوع من العينات هتكون مختلفة، لو سوليد هيكون محتاج تجهيزات معينة، ولو ليكويد أو غاز وخلافه. طبعا احنا عارفين يعني ايه كلمة تيتريشن. أول ما أقول لك تيتريشن بمختلف أنواعها، التيتريشن ده عبارة عن حاجة أنا بعملها علشان أحدد تركيز المادة المجهولة عندي. لو رجعنا شوية للي درسناه في الكلية، احنا كان عندنا الأسيد بيز تيتريشن، لو عندك أسيد أو عندك بيز وعايز تعرف التركيز بتاعه كنت بتجيب ماده معلومه التركيز او برايمر ستاندر عشان تعمل تحدد الكونسنتريشن بتاع النون بتاعك. فمفهوم التيتريشن ده كلنا عارفينه.
فالكارل فيشر ما هو إلا كارل فيشر تايتريشن. طيب إيه هو الكارل فيشر رياكشن أو الأساس أو الإكويشن؟ يعني خلي بالك إن أي جهاز عندك في المعمل ما هو إلا قائم على فكرة كيميائية، فكرة كيميائية قدر عالم يركز عليها ويحولها بعد كده لجهاز، أو الشركات بعد كده قدرت تحول الفكرة الكيميائية بنت أساسها العلمي عليها وحولتها لجهاز علشان تفيد بيه الصناعة. فالعالم كارل فيشر قدر يتوصل للإكويشن إن أنا لو عندي ووتر موجودة في العينة واستخدمت معاها محاليل هقدر أعمل كونسيوم لعينة المية، والمحلول ده أنا عارف تركيزه، فمقدار العينة ما هتستهلك من المحلول اللي أنا حطيته عليها يبقى أنا كده أقدر أحدد تركيز المية. طيب أشهر حاجة أو أهم حاجة بيكون في المحلول الكارل فيشر هو الأيودين، لأن الأيودين بيدخل عندي في الإكويشن بيكون إيكوي مولر، يعني كل واحد مول من الأيودين بيستهلك واحد مول من المية، فأقدر في النهاية أطلع أو الجهاز يحسب لي تركيز المية بتاعتي. فالكارل فيشر تيتريشن هو عبارة عن تو رياكشنز، أول رياكشن بيكون عندك كحول أو الكحول، غالبا بيكون ميثانول أو إيثانول، وعندك سلفر دايوكسيد، وعند فالسلفر دايوكسيد مع ايه هي الابلكيشن بتاعت الكارل فيشر؟ الكارل فيشر يا جماعة موجود في عدد كبير جدا من القطاعات الصناعية، على رأسهم الكيميكال اندستري، الفارماسيوتيكال اللي هي الصناعات الدوائية، البتروكيميكال، الباور ستيشن في محطات الكهرباء ومصانع البلاستيك، في مصانع الفيد اللي هي مصانع الأعلاف، في مصانع الفود ومواد التغليف، في مصانع الدهانات والإضافات، في مصانع مستحضرات التجميل. بمعنى كده إن جهاز الكارل فيشر موجود في عدد كبير جدا من المصانع. طب في منه أنواع ولا أنا هفضل أتعامل مع نوع واحد أساسي؟ لأ، في الحقيقة في نوعين أساسيين من جهاز الكارل فيشر، وهما الفولومتريك والكولومتريك. يبقى أنا عندي فولومتريك كارل فيشر تيتريشن وكولومتريك كارل فيشر تيتريشن. كل نوع من دول هيكون ليه استخدامات ومواصفات وتحضيرات مختلفة أو تجهيزات مختلفة، يعني مش الاتنين هيبقى ليهم نفس التجهيزات. فده دوري إن أنا أعرف كل نوع. أنا لو عرفت كل نوع وفهمته كويس جدا أنا كده خلصت جهاز الكارل فيشر، والشغل على الجهاز هيبقى أسهل حاجة تفكر فيها. طيب أنا زي ما عرفت إن في نوعين من الكارل فيشر، الفولومتريك والكولومتريك، محتاج أعرف إيه الفرق ما بين الاتنين والاتنين بيتكونوا من إيه، لأن ده بيتكون من حاجة وده بيتكون من حاجة تانية. هنبدأ بالفولومتريك تيتريشن. الفولومتريك تيتريشن فيه منه نوعين أساسيين، نوع بيسموه 1 كومبوننت والنوع التاني 2 كومبوننت ريجنت. يعني ال 1 وال 2 دي بتختلف عن طريق الاستاندرات بتاعتي، يعني في نوع اللي هو ال 1 كومبوننت كل الستاندر سوليوشن الأساسية بتاعتي موجودة في بوتل واحدة، انما التو كومبوننت بيبقوا موجودين في تو بوتلز، بيتجابوا ويتحطوا واحده في الفيزل واحده ببدا اعمل بيه تيتريشن. بيعمل لي ايه الفولومتريك؟ اكيد هيقيس لي الووتر ميجر في الملي جرام، النسبه اللي بي او الليمت اللي يقدر يعمل له ديتكت من اول 1000 بي بي ام لحد 100% لحد 100%. في اجهزه دلوقتي اتعدلت بتقدر في الفولومتريك تقيس من اول 100 بي بي ام. تاني نوع الكولومتريك. الكولومتريك برضو في منه نوعين اساسيين، اللي هو نوع بيسموه ويز دايفرام، يعني حاجة بغشاء كده، ونوع تاني وزاوت دايفرام اللي بيفصل ما بين التو سيل اللي هو الكاثود والانود. بيعمل لي برضو ووتر ميجر، طالما كارل فيشر يبقى هيقيس لك الووتر. نزلنا بالليمت اهو زي ما اتفقنا ان هو بيقيس بالمايكروجرام، الليمت اللي يقدر يعمله ديتكشن من اول 10 بي بي ام لحد 5 او 10% 100%. فزي ما احنا اتفقنا ان الكولومتريك بيقيس الووتر كونتنت بليمت اقل من الفولومتريك، وده بيختلف وده بيتوقف على نوع العينات اللي هتبقى عندي او الروتين سامبل بتاعتي. نيجي تاني حاجة للسيل. السيل بتختلف في ايه؟ ده الفولومتريك وده الكولومتريك. زي ما احنا شايفين هنا ان الفولومتريك عبارة عن فيزل في ديتكتور او بيسموه تو بلاتينم الكترود، الالكترود ثابت هنا وهنا لان ده الديتكتور بتاعي. يعني ده فكرته بالظبط زي في الاسيد بيس تيتريشن، لما انا بحط انديكيتور ان كان فينولفثالين او ميثايل اورنج علشان اول ما اللون يتغير اوقف التيتريشن بتاعي واخد الفوليوم اللي خدته من الستاندر علشان احسب بيه تركيز الانون.
فالديتكتور ده هو ده فكرته، ان هو بيعمل لي ديتكشن للاند بوينت، بس عن طريق ايه؟ عن طريق ان بيتعمل ابلاي لكرنت بالملي امبير، اول ما هيوصل لليمت معين او ليمت ثابت يبدا الجهاز يوقف التيتريشن ويحسب لك الاند بوينت بتاعتك عن طريق الفوليوم اللي استهلكه من الستاندر، او عن طريق الفوليوم او الليمت اللي اتولد بيه الايودين، لان احنا اتفقنا ان الايودين هو اهم حاجه في الموضوع. انا عندي هنا دي البيوريت اللي بيكون جاي فيها الريجنت بتاعي او الستاندر بتاعي، على اختلاف ان كان 1 كومبوننت او 2 كومبوننت، وبيكون هنا عندي السولفنت، وببدا انا احقن العينه في الفيزل دي، وفي ستيرر عشان يبدا يقلب الستاندر بتاعي اول ما ينزل على العينه، وده الالكترود عشان يبدا يحس. ده في حاله الفولومتر. انما الكولومتريك الوضع فيه حاجه مختلفه شويه، وهي السيل دي. السيل دي بيسموها انترنال بيوريت او جنريتور سيل، بتتكون من جزئين او تو كومبارتمنت، الكاسود والانود. يعني دي كده احنا دخلنا في سكه خليه كهربائيه، لان احنا قلنا الاختلاف ما بين الكولومتريك والفلومتريك ان في الفلومتريك الايودين انا ببقى حاطه في الريجنت بتاعي، انما في الكولومتريك لا، الكولومتريك بيحصل جينيريشن او الكتروكيميكال جينيريشن للايودين. السوليوشن اللي انا حاطه ده ما بيبقاش فيه غير ايودايد، يحصل اوكسيديشن للايودايد عند الانود، يبدا الايودايد يفقد الكترون فيديني الايودين، يجي الايودين يتفاعل مع الووتر اللي موجوده علشان يكمل لي الرياكشن ويديني الاند بوينت واللي هيحسها الديتكتور، ويبدا بمقدار ما تكون ايودين او بمقدار ما حصل اوكسيديشن للايودايد، يبقى هو كده الفوليوم اللي ولد بيه ايودين، يحسب الفوليوم ويحسب لك الووتر كونتنت. يعني يعتبر نفس فكره الفوليومتريك، بس الاختلافات في الكومبوزيشن بتاع التوسل ده. هو زي ما احنا اتكلمنا ان الفرق الاساسي ما بين الفولومتريك والكالوميتريك، ان الايودين بيحصل له جنريتد في الفولومتريك، الايودين انا بحطه في الريجنت او بيبقى جاي جاهز في الريجنت، ولكن في الكالوميتريك الايودين بيحصل له جنريتد ات الكترود باي الكتروكيميكال رياكشن. في فرق ما بين الاثنين تاني؟ اه في فرق ما بين. طيب الفولومتريك تيتريشن احنا كنا قلنا ان في منه نوعين، 1 كومبوننت و2 كومبوننت. طب ايه الفرق ما بينهم؟ والله هو بص، في ال1 كومبوننت ان انا بيبقى عندي بوتل واحده فيها كل السوليوشن بتاعتي، بيكون فيها الايودين والسلفر دايوكسيد والايميدازول، وفي البوتل هنا بيبقى عندي السولفنت بتاعي اللي هو هيكون الميثانول او الايثانول، او حسب نوع العينه اللي هتشتغل بيه نوع السولفنت هيختلف. فالوان كومبوننت زي ما احنا قلنا ان كله الكومبوننت موجوده عندي في البوتل. الوان كومبوننت في منه تلات انواع او تلات جريد او تلات سترينث، واحد واثنين وخمسه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سترينث واحد او كومبوزيشن واحد، يعني كل واحد ملي من السوليوشن بتاعي هيعمل نيوترالايز لواحد ملي جرام للميه. طب كومبوزيشن 2 يبقى كل واحد ملي من السوليوشن بتاعي يعمل نيوترالايز لكام؟ ل 2 مللي جرام. كومبوزيشن 5 يبقى كل واحد ملي من الستاندر او السوليوشن بتاعي يعمل نيوترالايز ل 5 مللي جرام من الميه. طيب انا بحدد على اي اساس؟ بتحدد على اساس الليمت او الكونسنتريشن بتاع العينات اللي عندك. يعني انت لو عندك ووتر كونتنت كبير في العينه فيفضل هتستخدم الكومبوزيشن 5، ان كل 5 مللي جرام في العينه هيستهلك 1 مللي بس. انما لو عندك ووتر كونتنت قليل فيفضل كومبوزيشن 1. طيب ايه هو التو كومبوننت سيستم؟ تو كومبوننت فولومتريك تيتريشن ده بيكون عندي ازازتين، واحده هيكون فيها الايودين والميثانول، وهحط هنا هيبقى عندي الايميدازول والسلفر دايوكسيد. يبقى هو الفكره كلها بس في السوليوشن بتاعتي متقسمه، هل كلهم في ازازه واحده ولا متقسمين؟ طيب هل التو كومبوننت ثلاثه سترينس بقى ولا كام؟ لا، التو كومبوننت هم اتنين سترينس بس، اتنين وخمسه. اتنين يبقى زي ما اتفقنا المبدا ثابت ان كل واحد ملي هيعمل نيوترالايز ل 2 مللي جرام. طب الخمسه يبقى كل واحد ملي من الستاندرد سوليوشن هيعمل نيوترالايز للخمسه مللي جرام. ده الفرق ما بين الاثنين. انا عندي هنا التيترانت هيكون
معاه الميثانول او الايثانول والايودين، وهنا هحط السلفر دايوكسيد والايميدازول. البوتل اللي بتبقى جايه هيبقى كاتب لك هنا تايتورنت او كومبوزيت، كومبوزيت 5، كومبوزيت 2، كومبوزيت 1، وهنا يكتب لك تايتورنت 2 تايتورنت 5، وبرضه بيبقى كاتب لك للتوضيح 4-1 كومبوننت فولومتريك او 4-2 كومبوننت فولومتريك. فالموضوع ما بيبقاش فيه لخبطه، ولكن انت لازم تبقى عارف الفرق الاساسي ما بين الاثنين. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ والله هو ال1 كومبوننت بيقول لك سيمبل، بيبقى بسيط، السعر بتاعه قليل، انت بتجيب بوتل واحده فيها كل السوليوشن اللي انت محتاجها، وهو بس فيه عيب ان هو التايتر ليس ستيبل، التايتر ان هو السوليوشن بتاعه ليس ستيبل، والتايتريشن بيبقى ابطأ شويه، ده العيب التاني. التو كومبوننت بيكون افضل شويه، بيكون اسرع وبيدي لك ستيبل تايتر اكتر من الوان كومبوننت، ولكن زي ما احنا اتفقنا ان في الاخر هو اللي بيتحكم في الموضوع معاك البرايس. فانت لو هتقدر تشتغل بالتو كومبوننت يبقى يفضل التو كومبوننت، عشان هو بيبقى اسرع وبيبقى ستيبل. طيب بنتجاوز على الموضوع ده بيه، طبعا زي ما احنا قلنا ان البريودك كاليبريشن هو اللي بيخليني اتغاضى عن الليس ستابيليتي للتايتر بتاعي. خلي بالك بقى، ساعات اجي اعمل عينه ووتر كونتنت انا عارف التركيز بتاعها كام، وليكن هي اتعملت في معمل بره وجات لي، فانا المفروض هي ستاندر مثلا، او مش ستاندر، هي معمول لها ككواليتي كنترول سامبل كاكتر من اكتر من اناليسز بمختلف الاشخاص، بس انا اجي اشتغلها بتطلع رقم تاني. ففي نوت مهمه جدا بيقول لك ان العينات الالدهايد والكيتون بتعمل مشاكل مع الميثانول، الالدهايد والكيتون مع الميثانول بيدولك اسيتال وكيتال بلس ووتر كونتنت. يعني انا الاول نقرا النوت كويس، ان بيقول لك ان السامبل مع الكيتون والالدهايد بتعمل ايه؟ سايد رياكشن، سايد رياكشن، احيانا تعمل ريليز او تعمل كونسامشن للووتر، يعني يا تطلع لك ميه تاخد لك ميه. الكيتون والالدهايد هيطلعوا لك ميه، هيطلعوا لك ميه، يعني انا لو عندي كان عندي 1% ميه، الكيتون لما يطلع لك ميه هيخلي لك القرايه اعلى. الالدهايد لوحده بيعمل بياخد ميه، فلو في ميه عندك في المحلول هيسحبها منك، فهو كده هيطلع لك نتيجه اقل، فده برضو ايرور، يبقى انا كده مش مطلع نتيجه اكيوريت 100%. فدي كده النوت اللي احنا عايزين ناخد بالنا منها. ده شكل الرياكشن اهو زي ما احنا شايفين، ده كده الكيتون، الالدهايد بس هيبقى فيه فرق الاتش هنا، هنا طالع لك ميه، الميه دي هتزود لك الووتر كونتنت بتاعت العينه، فانا كده مطلع رقم مش اكيوريت، فدي من ضمن العيوب خلي بالك بس في استخدام الميثانول. النوع الثاني الكولومتريك تايتريشن، اتفقنا ان الكولومتريك تايتريشن انا الايودين بيحصل له جنريشن الكتروكيميكال عند الانود، ده شكل السيل بتاعت الكولومتريك. الكيميكال ايكويشن بتبقى ثابته، هو مبني على نفس النطق، بس هو الميزه فيه الكومبوننت بتاعته مختلف، سوليوشن بيبقى مختلف شويه، هو برضو في نفس السوليوشن بس الترتيب بتاعهم، شكل السيل هنا مختلف، انا في الناحيه الثانيه ما كانش عندي غير الفيزل اللي بحط فيه العينه والسولفنت بتاعي والالكترود اللي هيعمل لي ديتكشن للاند بوينت والبيوريت نوزل اللي هتنزل لي الاستاندر بتاعي. هنا لا، هنا في كاسود، اول مره اسمع عن حاجه اسمها كاسود في الكولومتريك، يعني ما كنتش سامع عنها في الفولومتريك، وفي انود يعني خليه الكتروكيميكال، جزء موجب وجزء سالب، هي اللي هتبقى مسؤوله عن تكوين الايودين، واتفقنا ان الايودين هو اللي هياخد الميه علشان يكمل الرياكشن، 1 مول ايودين بيتفاعل مع 1 مول من الميه. فهو نفس الكيميكال ايكويشن، احنا قلنا هنا ان الكاسود بنحط فيه ستاندر سوليوشن اسمه كاسولايت، دي حاجة أنا بجيبها جاهزة، بجيبها جاهزة من الراجل اللي بيبيع لي الكيميكال. الأنود بملى هنا الأنولايت، برضو دي حاجة بتجيلي جاهزة، وهرفق لك لينكات للسيفتي داتا شيت للكاسولايت والأنولايت عشان تشوف الكومبوزيشن بتاعه في الكاسولايت وفي الأنولايت، يعني ده في إيه وده في إيه، وغالبا بيكونوا نفس الكومبوننت أصلا، يعني بتكون هي نفس الحاجة بس أنت فرق الليفل، بتملى هنا الكمية اللي هتملاها في الكاسولايت غير الكمية اللي هتحطها في الانولايت.
طب السيل دي بيسموها ايه؟ بيسموها جنريتور سيل او انر بيوريت. يعني الانر اللي ممكن تسمع واحد يقول لك انر بيوريت او جنريتور سيل، لان هي اللي هتبقى مسؤوله عن توليد الايودين. جنريتور كلوز تو ميجرنج الكترود دبل بين بلاتينم الكترود. الدبل بين بلاتينم الكترود ده هو اللي هيعتبر ديتكتور للاند بوينت بتاعه الرياكشن. الكلاسيكال كولومتريك سيل ده النوع الاساسي او الكلاسيكال في الموضوع، ان هو بيتكون من تو بارت، الانود كومبارتمنت والكاثود كومبارتمنت، والاثنين مفصولين عن بعض بسيراميك دافرام، يعني الاثنين مش كونتاكت مع بعض، لا في فاصل ما بينهم. الانولايت ده ما هو الا سوليوشن يا شباب، ده السوليوشن او الانود. الكاثود هو اللي بيبقى نازل الجزء ده. طيب في الكولومتريك ميثود التيتريشن سيل تاني بيأكد عليك تاني في الموضوع ده ان هي موجوده بتتكون من انوديك وكاثوديك كومبارتمنت زي ما الفيجر هنا بيوريني، والاثنين مفصولين عن بعض بديافرام. الانوديك كومبارتمنت بيحتوي على الانالايت سوليوشن. في ايه الانالايت سوليوشن ده؟ في سلفر دايوكسيد، في الايودايد، وفي الاميدازول اللي بحتاجها للكيميكال رياكشن. لان انا كده حاطط ايه؟ انا حاطط ايودايد. الايودايد يحصل اوكسيديشن عند الانولايت عند او عند الانود. الاوكسيديشن يعني الايودايد هيفقد الكترون عشان يديني ايودين، الايودين يقوم عامل رياكت مع الميه. يبقى انا هنا كان عندي ايودايد مش ايودين، ولكن انا في الفوليومتريك البوتل بيجي فيها ايودين، مش محتاج اي كيميكال رياكشن او الكتروكيميكال جينريشن. فده الفرق الاساسي ما بين الكولومتريك والفوليومتريك. طيب انا كده عرفت الاساسيات بتاعتي، الفرق ما بين الكولومتريك والفولومتريك، الانواع بتاعته، وبرضو الموضوع ده يعني دي مش كل المعلومات. انت دورك ان انت خدت البداية اللي تقدر تبدأ بيها، اللي تقدر تدور بيها، عرفت يعني ايه فولومتريك، يعني ايه كولومتريك، عرفت يعني ايه 1 كومبوننت فولومتريك و 2 كومبوننت فولومتريك، عرفت في الكولومتريك ايه هو الكاسود وبيتكون منين، والانود، وان في نوعين دايفرام وزود دايفرام، وعرفت ايه هو الانولايت سوليوشن وايه هو الكاثولايت سوليوشن، عرفت التو بين بلاتينم الكترود. فدورك برضو ان انت تدور وتكمل. طيب انا استفدت ايه يا عم؟ انت دلوقتي اديتني اساس علمي برضو زي اللي باخده في الكليه وما طبقتش. لا، ده اللي هنبدا فيه وهنضيفه في الحلقات بتاعتنا ان شاء الله. طيب الميجر ووتر كونتنت بقى، انا جاي لي عينه وعايز اعمل لها الميجر ووتر كونتنت، الجهاز اشغله ازاي؟ اولا الجهاز يا جماعه بسيط جدا جدا جدا. انت جهاز بيبقى عباره عن فيسل او اناء مقفول وفيه كل الكومبوننت بتاعتك، وبيكون ليه ستيبر او حاجه بلجه وقفلاه بسبطه. انت كل دورك ان انت العينه بتجيلك تتاكد ان العينه ريبريزنتيتيف ومتمثله ومتاخده كويس ومتاخده صح. بتاخد العينه لو هي ليكويد، احنا كلامنا كله عن الليكويد، السوليد والغاز تقدر تشوف لهم اي فيديو عن طريقه الحقن بتاعتهم. اهم حاجه ان وانت بتقيس الووتر كونتنت لازم ترج العينة كويس جدا، لازم الميكس الكويس جدا. فبعد ما بتعمل ميكس بتاخد بسرنجة ممسوحة كويس تملى السرنجة بتاعتك، وبعد ما انا مليت السرنجة هتروح على الميزان اللي بيبقى دايما لازم جنب جهاز الكارل فيشر. انا ما ينفعش اكون اوزن حاجة والوزن دي هتدخل معايا في الحسابات، اوزن في مكان واروح احقن في اخر المعمل مثلا، لا دايما بيكون الووتر كونتنت الجهاز الكارل فيشر جنبه الميزان الخاص بيه. طيب انا كده وزنت السرنجه بالعينه، هحقن العينه بتاعتي في الجهاز، هقول للجهاز ستارت، هطلع السرنجه، هوزن السرنجه تاني. يبقى انا كده وزنت السرنجه بالعينه قبل وبعد. كل اللي انا هاخده كده هدخله في الجهاز، الجهاز هيطلبه مني الوزنه الانيشال والوزنه التو، وهو هيخصم وياخد السامبل ويت بس. يبقى هو هيعمل الجهاز هيعمل خصم وياخد السامبل ويت اللي انت حقنته، وليكن 1 مللي 2 مللي 3 مللي او 1 جرام 2 جرام 3 جرام. طالما بنتكلم في وزن يبقى احنا هنطلع النتيجه بالجرام او بالويت بيرسنت. وهو عن طريق ايكويشن هيقدر يطلع لك عن طريق الفوليوم اللي استهلكه من الاستاندر، هيدخله في الايكويشن الاساسيه بتاعتنا، يطلع لك الووتر كونتنت. انا عندي العينه اهي، بيقول لك خد العينه بتاعتك من البوتل، ويفضل ان البوتل دي يكون بسبتم علشان ما تاخدش رطوبه. بعد كده خدت العينه، همسح كويس جدا وهحطها على الميزان.
اخدت الوزنه، يبقى انا هكتب كده في ورقه جنبي ويت 1، وهروح على الجهاز هحن العينه بتاعتي في الجهاز وهقول له ستارت، وهرجع تاني السرنجه اوزنها تاني واخد ويت 2. وبعد الجهاز ما بيخلص بيدي لك الارم ويدي لك خانه تكتب فيها الويت 1 وتكتب فيها ويت 2، ويحسب لك الووتر كونتنت وتاخد الووتر كونتنت بتاعتك بالويت بيرسنت. هل هم دول النوعين الاساسيين بس اللي موجودين؟ لا، في نوع تالت ظاهر مؤخرا اسمه الهايبريد كارل فيشر. الهايبريد كارل فيشر ده انت ممكن تبقى تقرا عنه، هو مش هيختلف كتير، لان الهايبريد ده هو جامع لك الفولومتريك والكولومتريك في جهاز واحد. يعني هو الاول انت كنت بتجيب يا جهاز فولومتريك يا جهاز كولومتريك بالسيستم بتاعه، انما دلوقتي لا، انت عندك حاجه اسمها هايبريد، هيبقى فيه النوعين. يعني الهايبرد تاني، هنقول تاني ان الهايبرد هو بيقدر يعمل ديتكت الووتر كونتنت، ان لو ووتر كونتنت كان عالي هيبدأ يشتغل فولومتريك، ولو ووتر كونتنت قليل هيشغل الكولومتريك. فانت كده مش هيبقى عندك اي اختلاف في الاساس العلمي، هو بس جهاز جديد فيه التو سيستم الفولومتريك والكولومتريك. طيب هناخد سؤالين النهارده في الحلقه دي، واتمنى نلاقي اجابات ومشاركه من الناس. الاسئله دي ما هي إلا حصيلة انترفيوز لناس كتير جدا، فاحنا كل حلقة إن شاء الله مجمعين أسئلة من مقابلات ناس راحتها، وكل حلقة هنحط سؤال أو اتنين والإجابة بتاعته هتبقى في الحلقة اللي بعدها. الأسئلة دي مهمة جدا، أتمنى إن أنت تبقى عامل سكتش أو كراسة وتكتب كل سؤال بإجابته، لأن تجميع الأسئلة دي في الآخر هيبقى عندك جزء كبير جدا لأي انترفيو هتكون داخله. السؤال الأولاني بيقول لك What is the difference between water content by Carl Fisher and moisture by loss and drying. في ميثود كده بنقيس بيها الموتشر اسمها loss and drying، ان العينه بتجيلي او اجففها عند 120 او 110 لمده ساعتين او لمده 4 ساعات حسب نوع العينه، وفرق الوزنه او الوزنه اللي راحت هتبقى دي الموتشر بتاعتي. طب ايه الفرق ما بين دي ودي، مع ان في الاثنين انا هيبقى اسمهم water content؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني what is the water hardness and its types. تعرف ايه عن ايه هي الووتر هاردنس وايه انواعها؟ كده السؤالين دول اتمنى ان الناس تلاقي اجابتها، واتمنى مشاركه في الكومنتس، وما تنسوناش من السبسكرايب وانك تفعل النوتيفيكيشن او تعمل الاشتراك علشان الفيديو الجديد اول ما يجهز يوصل لك ان شاء الله، لان هي هتبقى سلسله حلقات هنساعد بيها الناس الفريش جرادوت والجونيور اللي عايزين يبداوا ويتطوروا من نفسهم أول بأول. أتمنى الموضوع يكون كويس، وإن شاء الله هتبقى الحلقات خفيفة، يعني هتبقى الحلقات مش أطول، هي بس أول حلقة هي هتبقى أطول حاجة، بعد كده هتبقى وقت الحلقة أصغر إن شاء الله. شكرا ليكم يا جماعة، وإن شاء الله منتظر منكم الكومنتس والرد على السؤالين. شكرا.